السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم حريشات صغار بالزيتون، كيجيو لذادين ما فيهمش البيض، وغير نص كيلو ديال السميده كيخرج لينا كميه كثيره، وممكن نحتفظوا بهم في المجمد حتى وكان نبغيوهم كنجبدوهم بحال يلا صيبناهم. دابا ندوزو للمقادير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج نص كيلو ديال السميده اللي كتكون رقيقه، كيس خميره كيميائيه، الحليب كيبقى على حسب شحال غيجمع لينا، المهم غادي نقول لكم شحال غادي يكفيني. غادي نحتاج الزيتون مقطع، شويه ديال الزعتر، شويه ديال الملحه، معلقه صغيره خميره الخبز، معلقه كبيره ديال السكر، وكاس مخلط بين الزبده والزيت. دابا غادي ندوزو للطريقه. غادي ناخذ السميده، غادي نضيف ليها جميع النواشف اللي ذكرت لكم، غادي نخلطهم مزيان مع بعضهم، ومن بعد ما غادي نخلطهم غادي ناخذ الكاس اللي خلطت بين الزبده والزيت، وغادي نبقى نجمع السميده، كنبقى نخدمها هكا بصباعي بحال غادي نصايب الكسكسو. المهم كنبقى نلبس السميده بالزيت والزبده مزيان باش تجينا كل حبه معزوله على اختها، باش ما تجيش مدقصه من الداخل. صافي، من بعد غادي نضيف الزعتر. بالنسبه للزعتر ماشي ضروري، اللي ما كيبغيش ممكن يستغنى عليه. وغادي نضيف الزيتون من بعد ما قطعته رقيق، كيف ما كتلاحظوا راه قطعته. صافي غادي نضيفه، ومني غنضيف الزيتون ما غاديش نبقى نخلط بزاف باش ما يطلقش ليا داك الكحوله. مهم كيف ما كتلاحظوا هنا راه مزربه المقطع، راه كنخلط غير بشويه. غادي نضيف الحليب. بالنسبه للحليب كفاني جوج ديال الكيسان، نتوما غتشوفوا شحال غادي يجمع، المهم اللي غيجمع ليكم. صافي غادي نبقى نضيف، وانا كنجمع غير بصباعي، ما ندلكهاش باش ما تجيناش خضره من الوسط، كنجمعو غير هكا بالاصابع. ومن بعد كنخليها تشرب ليا الحليب تقريبا من 5 دقائق حتى 10 دقائق، وغادي نرجع لكم، خليكم معايا. من بعد ما ارتاحت العجين وتشربت لي الحليب، خديت الغطا ديال القرعه ديال الشكلاط، وهو باش غادي نخدم. ممكن تستعملوا هذا الاطار الخاص بالحرشه، انا كنفضل هذا الغطا صراحه عملي دغيا كيصايب لينا، المهم دغيا كتوجد ما كتاخذش الوقت. المهم خديت شويه ديال السميده رملتها بشويه ديال الزيت، هي فاش كنفند كناخذ العجينه كنفندها في السميده وكنطبع في الغطاء اللي وريتكم. المهم لا عندكم هو باش ديروا، الصراحه كيجيب كل وحده قد اختها، ومع صغير كتخرج لينا كميه كثيره. المهم الحرشه كتكون كثيره حيت الغطاء صغير، كيجيو حريشات صغيورين وزوينين حتى في المنظر. المهم غادي نكمل بهذه الطريقه وغادي نرجع لكم. فبالنسبة للطياب كناخد المقلة نديرها تسخن مزيان، مني كنحط الحريشات كنقصها لأدنى درجة، يعني النار خاصها تكون بحال الشمعة باش يطيبوا على خاطرهم ميجيوناش خضرين من الداخل. لا جهدتو عليهم النار كيطيبوا من برا، والداخل كيجي خضر. مهم كتخليوهم يطيبوا على خاطرهم. صافي من بعد غادي نبقى نقلب، اللي بانت ليا بدات كطيب وبدات كتقصح كنقلبها، ما تقلبوهمش هما خضرين باش ما يتهرسوش او يتفرتوا لكم، حتى تشوفوهم بداو كيقصحوا عاد قلبوهم. صافي كنبقى غادا بهذه الطريقه، هذه اللي بانت ليا طابت كنقلبها، وانا غادا حتى كنكملهم كاملين. تيكون هذا هو الشكل النهائي، حريشات لذادين منسمين بالزعتر والزيتون، صراحه مذاق ولا اروع، وحتى في الشكل زوينين وينفعوكم ضياف الغفله. المهم كتحتفظوا بهم في المجمد مده طويله، نهار كتجبدوهم بحال يلا صيبتوهم ما كيوقع عليهم والو. صراحه كنتمنى تجربوها.